يسعدنا النهارده يا كابتن هشام ان احنا بنكرم عيله زملكاويه كبيره، كابتن يكن حسين وكابتن هشام يكن، على مسيره طيبه ومسيره رائعه. ويشرفنا كمان النهارده ان احنا نهديك درع برنامج رد الجميل. شكر وتقدير يسر قناه الاهلي وبرنامج رد الجميل اهداء سيادتكم اطيب التحيات واسمى ايات الشكر والعرفان، تقديرا للمسيره الرائعه والمشوار المشرف. شكرا من القلب. شكرا اسامه، وطبعا انا سعيد بالمناسبه الجميله دي، وده طبعا يعني اغلى حاجه طبعا الواحد ان هو يحس طبعا ان هو بيتكرم. فطبعا انا بشكر البرنامج وبشكر طبعا النادي الاهلي وبشكر كل مسؤولين والمقيمين على البرنامج بالتوفيق دايما، ودي حاجه جميله جدا هعتز بيها اكيد ان شاء الله حبيبي. ميرسي جدا اسامه برضه حاجه هتفضلنا على رد الجميل. رد الجميل حاجه هتفضلنا عليها، وتكتب لنا اسمك ورقم التيشيرت اللي كنت رقم التليفون. فرحتونا كتير مهما